اليوم مفتوح اليوم في أكاديمية القاسمة، طلاب من جميع شتى أنحاء البلاد شاركونا في فعاليات اليوم المفتوح. طلاب أكاديمية القاسمة قاموا بعقد محطات لكل التخصصات التي تدرس في أكاديمية القاسمة، وكان هنا مسابقات وتوزيع جوائز قيمة التي أقاموها مجلس الطلاب بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة وإدارة الأكاديمية. جاؤونا طلاب ثواني عشر بشغف ومع أسئلة كثيرة بالنسبة للتخصصات وبالنسبة للخطوات الأولى في حياتهم المستقبلية. التقوا مع رؤساء أقسام والتقوا مع طلاب وقاموا بطرح كل الأسئلة الصعبة التي من الممكن أن تواجههم في المستقبل لكي يختاروا مهنة المستقبل ويختاروا المسار الملائم لهم. طبعا أكاديمية القاسمة قدمت كل ما هو يلائم ويناسب الطالب من حيث الأجواء الأكاديمية ومن حيث الأجواء التربوية والحضارية والعصرية. اليوم قمنا بإرشاد بيوم مفتوح بأكاديمية القاسمة، قمت بشرح عدة مواضيع عن الطب المكمل والمسارات اللي فيها. كان كثير يوم حلو كثير، وكنا بعدة فعاليات وأشياء وكان إشي روعة. وكثير من طلابنا الحمد لله سجل في القاسمة وكان الوضع كثير مليح، وأنا بشكر الإدارة بشكر كل العاملين في أكاديمية القاسمة على هاي الفرصة اللي كثير عن جد أعجبتنا أنا كشخصيا وأعجبت الطلاب وأعجبتنا كلياتنا، والحمد لله إلى الأمام إن شاء الله. طبعا هاي اليوم المفتوح لأكاديمية القاسمة وكلية القاسمة للهندسة والعلوم لتسجيل الطلاب، محطات متنوعة تعرض من طلاب كلية القاسمة للهندسة والعلوم، محطة الهندسة المعمارية بطالباتها يعرضن نماذج من تصميم البيوت والساحات في الهندسة المعمارية، هندسة البناء، مسار الطب المكمل، طالبات رائعات يشرحن للمتسجلين طلاب الثانويات عن كل ما يتعلق بالطب المكمل، الأوبتيكا، البصريات، التأهيلات المهنية، هندسة البرمجة. كليتنا كلية القاسمة للهندسة والعلوم تتميز بمسارات تعلم تخص سوق العمل ومطلوبة في سوق العمل، وهي الأكثر رقياً خلال السنوات السابقة، وطلابنا يتخرجون ليس فقط بشهادة لكن أيضاً يتخرجون مع ترخيص للعمل وفرص عديدة للاندماج في سوق العمل. اليوم جينا على الكلية وشفنا كثير فعاليات حلوة، وبكت الفعاليات كثير متفاعل ومسابقات حلوة وفي جوائز، والكلية يعني عن جد انها حلوة وروعة، وانه من السهل انه الواحد يفوتها، شروطها مش صعبة وتخصصات حلوة كثير. اليوم جينا على القاسمة على اليوم المفتوح مشان نتعرف على القاسمة، على التخصصات اللي فيها، علشان نسجل مثلا السنة الجاي او السنين اللي جاي. انبسطنا كثير بهذا اليوم. كان اليوم في كلية القاسمة اليوم المفتوح كان اليوم كثير حلو، اليوم تعرفنا على مواضيع جديدة كده الواحد انه يفوت فيها. عملنا يوم فعالية له اليوم المفتوح نعرف الطلاب على الموضوع اللي احنا بنعلمه، بكى إيش عن جد حلو، والطلاب اليوم بدها هدرخة وبدها كيفون وبدها مساعدة تختار المسلول اللي تمشي فيه في المستقبل. فأي شغلة عملناها إحنا اليوم هنا أو أصحابنا هي عتسوفة ناقوت أو مستقبل، يمكن لكل شخص وشخص أجا اليوم هنا مشان يأخذ مساعدة أو شورة شو بده يساوي في المستقبل في حياته.